لدينا الآن مثال مثل المثال السابق، لكن هنا سنضاعف يعني عدد التكرارات. ليصير 200 تكرار، ونقوم بذلك باستخدام الدالة يعني repetition. بنفس الطريقة سوف نقوم بطبع هذه الداتا باستخدام الدالة pi، ومن أجل الألوان سوف نستخدم الدالة rainbow والبارامتر call، وهذه هي النتيجة. إذن كما ترون بسبب البوردر يبدو الشكل غير واضح، لذلك سوف نقوم بإزالة هذه البوردر أو هذه الحدود باستعمال البارامتر border، وسوف نعطيه القيمة NA يعني not available. إذن ها قد تم إزالة البوردر. الآن يجب إزالة الليبلز. يعني وبعد إزالة الليبل سوف نضيف عنوان وعنوان مصغر لهذا الرسم.